طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. في البداية يعني أشكر الأخ مصعب عبد الله والأخت انتصار كمال وجميع القائمين، محمد النص وجميع القائمين على مجموعة سودانيز ماركتينج أسوسيشن على الدعوة الكريمة لتقديم يعني جلسة حول مفاهيم الخصوصية في عصر البيانات. أنا اسمي أنور فتح الرحمن أحمد دفع الله، أستاذ مساعد لعلوم الحاسب الآلي، ولفترة يعني أكثر من تقريبا من 2003 لحد اليوم مهتم بالبحوث في مجال التنقيب في البيانات، تحديدا في مسألة الخصوصية. المجال بتاع البحث بتاعي يسمى في مجالات علوم الكمبيوتر وقواعد البيانات، يسمى ب Privacy Preserving Data Mining، اللي هو كيف إننا الفكرة الكبيرة بتاعته إنه كيف نقدر نستفيد من البيانات في التنقيب على البيانات ونطلع قيمة يعني بإيجاد الأنماط، والقيمة دي يعني يستفيد منها الناس وفي نفس الوقت ما تأثر على خصوصيتهم. وفي حوادث كثيرة احنا هنذكر بعضها في كيف انه تم اختراق خصوصية يعني افراد ومؤسسات والى اخره. فان شاء الله نتفاكر في الموضوع ده مع بعض، ولو في اي اسئلة ولا كده الواحد يعني هيجاوب عليها ان شاء الله بالقدر الممكن. فبداية من التعريف، ما هي الخصوصية؟ هل انتوا يا اخوانا سامعين الصوت كويس؟ يا ريت بس تدوني اشارة. الصوت مسموع كويس؟ أنا ما شايف هنا أي تعليق ولا حاجة. تمام، شكرا لك يا مصعب، شكرا لك على التأكيد إن الصوت كويس. طيب، في البداية احنا دايما نتكلم عن الخصوصية. ما هي الخصوصية؟ الخصوصية نفسها عندها أكثر من تعريف، لكن أسهلهم وأكثرهم يعني شيوعا واعتمادا بالنسبة لنا في كل البحوث بتاعتي، يعني أنا نشرت لي حوالي 8 بحوث في موضوع الخصوصية، كلها كنت بعتمد على التعريف اللي هو the right to be let alone، حقك في إنك تكون معزول أو تحجب معلومات بصورة فيها تحكم ذاتي عن المعلومات وطريقة بتعبر فيها عن نفسك أو عن البيانات بتاعتك بصورة انتقائية، بمعنى إنه أنا داير أوري الناس جزء مني، إنه أنا والله أستاذ جامعي وكذا، لكن ما داير أوريهم حياتي الشخصية، وده من حقي يعني. والحق ده يصان بالدساتير وبالقوانين، الحق وحتى في الشرائع والأديان السماوية الحق ده مكفول، يعني إنك أنت من حقك تماماً إنك تحجب المعلومات ما عاوز واحد يطلع عليها، فده من حقك تمام. لكن في تعريفات تانية، بتكون دفاعية يعني ديفنسيف، إنه والله يا أخي يعني إحنا دارين نمنع معلومات إنها تصل للشركات، المسوقين مثلا. يعني الموضوع بتاع الخصوصية ده يا اخواننا اتطور اكثر مدفوعا بمجموعتين. المجموعة الاولى هي من المجموعات الامنية اللي بتكون تابعة للحكومة، والمجموعة الثانية اللي هي المجموعات بتاعت البيزنس والتسويق، اللي هي عايز تصل وتفهم اكثر عن المستخدم او الكونسيومر، وتحاول توصل له تارجتد ادز، تارجتد ادفرتايزمنتس او اعلانات موجهه. بما انه الناس موجوده هنا ده حاليا في فيسبوك، وبتقدر تشوفوا المحاضره هسه اللايف بتاعي ده، معناها انتم مريتوا، معناها يفترض انه عندكم المستوى بتاع المعرفه والفهم الخلاكم توافقوا على سياسه الخصوصيه المطلوبه من الفيسبوك، على اساس انه والله يا اخي انا عشان احصل على الخدمات المجانيه اللي بيوفر لنا الفيسبوك. عليكم السلام منتصر، يا مرحب بك. عشان اقدر احصل على الخدمات المجانيه اللي بيوفر الفيسبوك، يبقى بالتالي لازم انا يعني اوافق، اعمل اي اجري على بعض الشروط والاحكام، نقول على terms and conditions. ففي كثير مننا يعني اكاد اجزم منهم ما بكونوا عارفين اصلا ما هي سياسات الخصوصيه ونشر المعلومات في فيسبوك ولا في جوجل ولا في مايكروسوفت هوت ميل ولا غيره من كل الخدمات اللي بنستخدمها. المشكله الكبيره انه الكلام ده مكلف جدا، يعني الان الناس بيقعوا في اخطاء كبيره جدا جدا، ممكن قد تكلفهم يعني مستقبل، وقد تكلفهم كارير، وقد تكلفهم علاقات وحياه شخصيه. فكل المفاهيم دي يا اخوانا لازم الناس تكون واعيه بها تماما. المشكله الكبيره فيما يخص الخصوصيه في عصر البيانات والمعلومات انه عشان انا افهم موقع زي الفيسبوك سياسه الخصوصيه بتاعته شنو، انا محتاج على الاقل قبل ما اعمل اي اجري لازم اقرا لي 6000 صفحه. لو الفيسبوك عباره عن شركه امريكيه وبتحكم بقوانين امريكا، يبقى بالتالي القوانين دي اللي بتحمي البيانات وتحمي الحريه الشخصيه وتحترم القوانين وحقوق الانسان والى اخره، في نفس الوقت بنقول على كروس بوردر جوريسدكشنز. يعني انا قاعد بتكلم معاكم من قطر الان، ممكن اقع في اي خطا ولا مشكله، مثلا انتهكت ملكيه فكريه بتاعت زول، شلت لي ورقه علميه، شلت لي فيديو، سرقت لي حاجه من نتفليكس ولا بتاع، يبقى دي حاجه جريمه عابره للحدود عندها محاكم وعندها، فكل التفاصيل دي موجوده دائما بتكون في سياسه الخصوصيه. في البدايه بتاعت الانترنت في التسعينات ما كان الناس مهتمين كثير، لحد ما بدات الشركات طواعيه تعلن عن سياسه الخصوصيه في الموقع. وأسي حاليا يعني بعد حدثت مصيبه كبيره جدا اللي هي بتاعت كامبريدج اناليتيكا، وكامبريدج اناليتيكا دي بتورينا البعد السياسي للبيانات، يعني البيانات كيف ممكن تغير يعني في تاريخ انه بعض المستخدمين الامريكيين كان بيستخدموا جيمز وبيرسوناليتي تيست، عملوا بروفيسور في جامعه كامبريدج وكان بيحصل منه على اكسس للبيانات الشخصيه بتاعته، وكان بيعمل اللي هو اللي بيقول عليه السايكو بروفايلنج، الديجيتال سايكو بروفايلنج، يعني بيفهم النمط بتاع الاستخدام بتاعك بتاع الفيسبوك وكيف تتفاعل مع الحاجات بصوره فيها عدد كبير جدا من الداتا بوينتس. الحاجه المهمه الناس انها تعرفها انه الداتا بوينتس اللي بيحتاج اي مسوق مثلا عشان نمط المستهلك بتاعه، قول انت شركه بتاعت اتصالات، قول انت شركه مواصلات، قول انت جروسري يعني سوبر ماركت ولا كده، انت المعلومات اللي بتكون عارفها عن المستخدم بتاعك يعني من ناحيه بتاعت الداتا ما بتكون كثيره. يعني الزول ده بيجيك الساعه كم بيشتري جروسريز مثلا، بيشتري لبن، بيشتري خضار، بيشتري شاي، بيشتري شنو، بتكون عندك معلومات محدوده. لكن في الديجيتال وورد، في العالم الرقمي اللي احنا قاعدين فيه ده، ممكن الداتا بوينتس دي تصل للالاف. حاليا وفقا للدراسه الفيسبوك بيعرف عن المستخدم 52000 داتا بوينتس، بيعرف عمرك، بيعرف اللوكيشن بتاعك، بيعرف اي لايك بتعملها، بيعرف اي ستاتس بتعمله، بيعرف اي انتراكشن بتعمله، بيعرف الجروبات اللي انت موجود فيها، الكلام ده نحن بنعمله بصوره طبيعيه من غير ما نشعر، فبالتالي بنكون معرضين نفسنا لمساله اختراعاتنا وفقا للنمط الاستهلاكي بتاعنا، النمط اللي بنشوفه نحن والله كويس. ف هم بيجمعوا معلومات في الوقت ده، بيجمعوا معلومات، والمعلومات او الخصوصيه مشكلتها الكبيره حاجتين. يعني المشاكل بتصيبنا من ناحيه خصوصيه حاجتين، كيف انا بقدر انتهي خصوصيه الزول ثاني عبر الديجيتال وورد عبر طريقتين. الطريقه الاولى بنقول عليها الداتا سيت جويننج، يعني عندي حقل بتاع بيانات، الحقل ده فيه اسمي، فيه تاريخ ميلادي، فيه الايميل بتاعي، فيه السكن بتاعي، فيه الشغل بتاعي. ده عباره عن تيبل، تيبل موجود بيقول عليه ونحن في علم البيانات داتا سيت. فالداتا سيت دي موجوده وموجوده في مكان ما، انه والله انا خدتها في مثلا الصفحه بتاعتي في ويكيبيديا، انه انور فتح الرحمن احمد دفع الله مولود في بور السودان 23 يناير 1998 ودرس في الاكاديميه العربيه عمل. دي بيانات، البيانات دي كل واحد منهم لما تشيله كده ممكن تاخدهم كلهم في تيبل. يلا في مكان ثاني اللي هو الجويننج بتاع الداتا سيتز عشان نعرف الخطوره بتاعته، في موقع ثاني مثلا موقع جوجل سكولر، انه انا والله ناشر اوراق علميه وخدت فيها حاجات. في حاجات بتكون متطلبات بتاع الشفافيه مثلا في العمل العام، انه انا مثلا موجود في البورد بتاع الباحثين السودانيين، وهناك وفقا للقانون بتاع الشفافيه لازم ننشر البيانات الماليه بتاعتنا، انه انا دخلت قروش قد شنو. يلا ممكن انا اكون مطلوب مني انه مرتبي يكون موجود في حسب التعليم العالي ولا المؤسسه اللي انا موجود منها، الدخل بتاعي الجروس يكون موجود ومنشور. هسه لو دخلتوا الجامعات الامريكيه يا شباب، لو بتعرفوا اي بروفيسور في اي جامعه امريكيه، لو كتبت اسمه وفتشت على السالري بتاعه بتقدر تعرفه وفقا لقوانينهم بتاعت الشفافيه. يلا لما نلقى المعلومات دي متناثره في اكثر من مكان، لما نعمل الجويننج ده انا قد اطلع منك بمعلومات ما كنت ممكن اصل بيها لو كان عندي سنجل داتا سيت. ولذلك يا شباب دي الخطوره هنا بتجي في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الانترنت بصوره عامه، انه في امكانيه بتاع الجويننج. يعني انا بدخل جوجل بعمل سيرش بجيب عنك معلومات، بجي داخل الفيسبوك بفتش اسمك بجيب عنك معلومات، بمشي تويتر انستغرام. الاخطر من ده كله لما يكون في زول واحد مالك لكل الحاجات دي مع بعض. يعني الناس كانت بتستخدم واتساب بمعزل عن فيسبوك، تستخدم فيسبوك بمعزل عن انستغرام، فجاه كده يبقى المالك لكل الخدمات دي وكل البرودكتس دي زول واحد. الزول ده بيراقبك في اكثر من حته، لذلك بيجمع عنك داتا بوينتس. الفيسبوك لما نسالك يقول لك يعني واتس ان يور مايند، في شنو؟ اكتب لنا حاجه، ما الذي تفكر به؟ طوال الناس بيقوموا يقول لك والله يا اخي انا اشعر بما اعرف بفرح الليله الصباح عملت شنو وخطيت صوره. وعندهم الجوريزمز فيري سوفيستيكيتد، يعني الالجوريزمز دي بتلم معلومات. المشكله مش عنك انت بس، انما وفقا للجراف ثيوري ل 7 ديجري اوف سيبريشن، يعني انا وصاحبي وصاحب صاحبي وصاحب صاحب صاحبي 7 ديجريز كده. ده فتخيل انه انا ده بلموا عني وعن اصحابي وعلى الانتراكشنز اللي بيننا، كل واحد كله سنجل بوينت بتلقى فيها فيتشرز. يعني لو اتكلمنا مثلا عن انه انا اشعر كيف في سياق زماني وسياق مكاني وسياق بتاع حاله عامه. يعني مثلا كل الناس حاليا احنا محكومين بالسوشيال ديستانسينج بتاع الكورونا والى اخره، وكل الحاجات دي الالجوريزمز الالات عندها امكانيه بتاعت يا اخوان، الفرق بينه وبين الكمبيوترات انها عندها امكانيه بتاعت معالجه بيانات ضخمه جدا وحفظها وبسرعه رهيبه. يعني احنا البشر ما كانت كومبرهند، ما بنقدر نعالج نفس البتاع. فدي المصيبه الكبيره اللي بقينا واقعين فيها في هذا العصر، انه البيانات بتاعتنا نحن بنطلعها سنجل بوينتس، لكن في الات عندها امكانيه بتاعت الجمع اللي هو الاجريجيشن بتاع الداتا، اللم بتاع الكولكشن بتاعها ومعالجتها اللي بنقول على البيج داتا اناليتكس، وضعها في سياق محدد على اساس انه نطلع منه قرارات. القرارات دي ممكن تكون قرارات تجارية، قرارات أمنية، قرارات عسكرية إلى آخره. فالقرارات دي قد لا تعجبنا إحنا كأفراد. ليه؟ لأنها بتكون مخالفة للقوانين والأسس بتاعت الخصوصية. ممكن تخالف القوانين والأسس بتاعت الأمن. وهنا ده بودينا للمحور الثالث بتكلم عنه اللي هو الخصوصية مقابل الأمن. يعني كل الناس بتتكلم هسه على السايبر سيكيورتي وعلى الانفورميشن سيكيورتي، فما هو الفرق يعني بين السايبر سيكيورتي والانفورميشن سيكيورتي والبرايفسي؟ الأمن يا شباب، الأمن بصورة عامة، مش أمن المعلومات بس ولا الأمن السيبراني ولا كده. الأمن بصورة عامة هو حاجة متخيلة وليس حقيقية، رغم إنه موجود في النظريات الاقتصادية، موجود في هرم ماسلو للاحتياجات الأساسية، موجود في قاعدة الهرم إنه من غير أمان ما حنقدر نحقق ذاتنا وما حنقدر يعني نمشي لقدام والى اخره. لكن هو حاجه متخيله بمعنى انه يعني هو شعور. انا الان اشعر بالامن وقد اكون ما امن فعلا، وفي نفس الوقت قد اكون امن وما اشعر بالامن. والكلام ده ممكن نشوفه في حتات كثيره، يعني ناس الشعور بتاع الخوف الموجود عند كل الناس بسبب جائحه كورونا ده شعور مبرر، لكن كل واحد فينا آمن، قاعد في بيته معزول، يعني أنت يفترض إنك أنت آمن، لكن شعورك بإنك أنت غير آمن. في ناس قاعدين في مناطق بتاعت حروب وفيها صراعات ومشاكل، هم فعليا غير آمنين، ممكن تجيهم طائرة. الكلام ده كان بيحصل مثلا لأهلنا في جنوب دارفور وفي جبال النوبة، بتجي الأنتينوفو بتفك لهم قنبلة، فهم فعليا غير آمنين، ومع ذلك بيكونوا عايشين. وأنت أصلا لو ما آمن كله هتعيش كيف يعني؟ فالأمن في كثير من الأحيان إحنا بنديه أكثر من حقه، لأنه هو شعور، لأنه ما حاجة حقيقية، هو حاجة متخيلة. الأمن بتاع المعلومات فيه 3 جوانب أو 3 محاور. المحور الأول هو بيقول عليهم CIA، الconfidentiality والintegrity والavailability، إنه والله يا أخي المعلومات تكون سرية وتكون متسقه او يعني غير مغيره، وتكون موجوده متاحه. انه لما جيت داخل الفيسبوك القى الفيسبوك موجود، وانه لو انا في الفيسبوك رسلت رساله لزول ما في زول في النص يقوم يعدل الرساله ويشوش عليها وانها انها تكون موجوده وانها تكون متسقه وانها تكون سريه. يعني انا داير ارسل لزول رساله، الرساله دي الزول لما يستلمها هناك ما يشوفها الطرف ثالث. فتخيلوا احنا قاعدين هسه حاليا كلنا في فيسبوك، يعني مايكل زوكربيرج والتيم بتاعه ممكن يكونوا قاعدين في الانبوكس بتاعي بعينهم ورسل لطلال ولا لمصعب ولا كده. ما كده، دي الجوريزمز بتعمل كولكشن للداتا وبتعمل داتا مايننج، ده اللي هو المجال الان يعني عملت فيه الدراسات بتاعت العليا. بتعمل داتا ماين، بتعمل تكست مايننج، بتشوف الكلمات شنو اللي انت رسلتها للزول ده، وبناء عليه بتبرز لك اللي هو اعلانات. ليه؟ لانه ده البيزنس موديل بتاعه. يعني المواقع دي كلها بتديك انت خدمه مجانيه ومكان مجاني وجروبات مجانيه وكده، في المقابل هي بتمشي تشيل الاناليتكس، تشيل التحليل بتاع النمط السلوكي بتاعك واهتماماتك وجنسيتك والمكان اللي انت قاعد فيه والمنتجات اللي قد تكون انت مهتم بها ولا كده، وبتعرضها لناس عندهم المنتجات والخدمات دي دايرين يصلوا للتارجت سيجمنت. فقدر ما يعرفوا عنك معلومات اكثر انك انت داير شنو، قدر ما بيقدروا يتكلموا مع الناس الدارين الاعلن عندهم. فده البيزنس موديل ببساطه شديده جدا، وده اللي بيخلي انه عدد المشتركين في المواقع هي اللي بتزيد القيمه السوقيه بتاعتها. طيب ده بيودينا للمحور من المحاور بتاع الكلام اللي بنتكلم فيه. هل احنا بنملك بياناتنا الشخصيه يا اخواننا؟ الاجابه على السؤال ده بترجعنا لانه منو في نهاية اليوم اللي بيشيل الشيك؟ يعني الليلة القوة بتاعت الفيسبوك مئات المليارات من الدولارات، تمام؟ صاحب الفيسبوك مارك زوكربيرج ملياردير، بل لما كان دخل القائمة بتاعت المليارديرات كان من أصغر المليارديرات في العالم. لكن ماذا يملك مايكل زوكربيرج؟ يعني هل هو حياته الشخصية مثلا خدتها للناس وبالتالي في قيمة تتولد من الكلام ده؟ لا، يملك بياناتنا نحن، بياناتنا اللي نحن لما جينا داخلين الفيسبوك وفي عشان نستخدم الخدمات بتاعتهم قمنا تنازلنا، عملنا IID على التيرمز اند كونديشنز الفيسبوك وخدماته. المصيبه الكبيره في الكلام ده وين؟ في انه احنا يا اخواننا ما قرينا احنا وافقنا على شنو. ولو قرينا السياسه بتاعت الخصوصيه بتاعت المواقع بصوره عامه، تحديدا قبل الفضيحه بتاعت كامبريدج اناليتيكا، يعني هتستغربوا لانكم انتوا كميه الجرانتيز، يعني انتوا اديتوا مش ضمانات، يعني تخليتم عن كثير جدا من حياتكم. تخيل اي صوره انا بنزلها في موقع فيسبوك مثلا، الصوره دي اوتوماتيكلي من يوم ما نزلتها انا بقت ملكيه الفيسبوك وليس ملكيتي انا بعد كده اني مور. ليه؟ لانه انا زمان في السياسه الخصوصيه لما جاي داخل الموقع قلت انه والله يا اخي الفيسبوك قد يستخدم الصور بتاعتي من غير الرجوع لي وبصوره دائمه وفي اي وقت، ممكن تشاركها مع اطراف ثالثه، والكلام ده جلوبالي، يعني ممكن القى صوري مثلا معلقه في دعايه بتاعت اسمه شنو ده مثلا، اي حاجه في دوله ثانيه الناس تعمل لها في حمله بتاعت تبرعات، بتشوفوا صور بتاعت ناس، الصور دي بتجي من وين؟ تمام؟ بتلقى نفسك انت بتشارك في استطلاعات من غير ما تشعر، بتلقى انك انت بتساهم في فيدباك بتزيد البيزنس بتاع من غير ما تشعر. فبالتالي هم الشركات بصوره عامه بتمتلك بياناتك، والزول الثاني اللي بيمتلك بياناتك برضه نكون عارفين اللي هي الحكومات. يعني لو رجعتوا انتوا القوانين السودانيه فيها حاجات والله بالمناسبه ظريفه جدا جدا، يعني بتلقى انه مثلا مالك البيانات في المؤسسات، انا كنت براجع في القانون بتاع المركز القومي للمعلومات، في قوانين يا اخوان الناس المهتمين بالخصوصيه لازم يكونوا عارفينها، اللي هو في القانون السوداني، القانون الجنائي السوداني سنه 91، في الماده 166 اللي هي بتنص على انه من ينتهي خصوصيه شخص بان يطلع عليه في بيته دون اذنه او يقوم دون وجه مشروع بالتصند عليه او بالاطلاع على رسائله او اسراره يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز 6 أشهر او بالغرامه او بالعقوبتين معا. ده الكلام ده في قانون الجنائي 91. تمام؟ والزول بيستغرب طبعا ان قانون زي ده بتاع الجنائي، وكان ناس الامن ديل يعني قبل الثوره بيعيثوا في الارض فسادا في السودان، بيدخل عليك بيتك في اي وقت، بينطوا عليك، بيضربوك، بيسكوا المتظاهرين لحد جوا والى اخره. المهم في نص زي ده في القانون. لكن في قوانين ثانيه، في قانون الجرائم المعلوماتيه 2007، وفي قانون المركز القومي للمعلومات، وفي قانون حق الحصول على المعلومه. دي قوانين يعني اللي الان من حقي كمواطن سوداني انه امشي اطلب اي محضر بتاع اجتماع في حته، لو ما خالفته مثلا انه الحاجه دي والله لها علاقه بالامن القومي، ولا انه الحاجه دي فيها قضيه مرفوعه ولا كده، من حقي احصل على المعلومه. وحتى الانترنت ده اتطور ووصل للحته اللي احنا قاعدين فيها دي، لانه مشى من الانترنت اللي بيقول عليه ريد اونلي انترنت، اللي هو بس فيه هوم بيج وفيها لينكات وانا بخش وبتاع، للريد رايت ويب، الويب 2.0 اللي فيها اللينكد داتا، فيها البيانات مترابطه، فيها طلع فيها الويكيبيديا يعني ازدهر، وكل المواقع بتاعت التواصل الاجتماعي ويوتيوب والى اخره. فيفترض انه البيانات بتاعتنا نحن كمواطنين بما يخدم اغراض البحث العلمي وتطور الحياه، يفترض انها تكون متوفره لنا، ولو نحن دايرينها يحق لنا بالقانون. والقانون ده كان بتذكر يعني كان ساعد فيه دكتوره هاني عطيه لما كان وزير الاتصالات، وللمفارقات يعني كان الصادقو وكان رئيس البرلمان في الوقت ذاك رب فاتح عز الدين. ففي قوانين يا اخوان لازم نطلع عليها ونعرف، وفي قوانين بتكون مرتبطه بدول ثانيه يعني بتحكم الانترنت جوفرنس، دي لازم نكون مطلعين عليها لو انت مهتم بموضوع الخصوصيه. تمام؟ الخصوصيه والامن يات واحده فيهم مهمه، الخصوصيه والامن يات واحده فيهم مهمه، الحقيقه الاثنين مهمات وفي تقاطع بينهم. قلنا الامن ده نحن نحافظ على سريه البيانات، وده نحافظ على موثوقيتها، وعايزين نحافظ على وجودها يعني الافيلابيلتي بتاعتها. الخصوصيه انه انا اقدر احافظ على الحاجات بتاعتي، ذا رايت تو بي ليت الون، احافظ على انه اقدم الحاجات بتاعتي بالصوره اللي انا دايرها في الوقت اللي انا دايره. الفرق الكبير، الخصوصيه بتكون حاجه لوجيكال، يعني اتس لوجيكال سكيورتي، ما هي فيزيكال سكيورتي بير سي. يعني ما ممكن انا مثلا هتلاقي يعني في الامن بينقسم لامنين، اللي هو امن المعلومات والامن المادي، الفيزيكال سيكيورتي والانفورميشن سيكيورتي والسايبر سيكيورتي وغيره. فانت ممكن انا استغل جهاز على الكمبيوتر كده، انا بكون فيزيكالي سرقت منك حاجه، تمام؟ عشان كده بتلقى في زول بتاع هدف ولا بودي جارد ولا حاجه قاعد في المؤسسه. وفي الليفل الثاني اللي هو عبر شبكات السايبر سيكيورتي وكده، اقدر احصل على المعلومات بتاعتك ولا اخترق جهازك ولا غيره، تمام؟ لكن الخصوصيه ما في حاجه كده انا بقدر امشي امسكها اقول والله انا سرقت خصوصيه انور، يعني شلت مثلا قميصك ما بقول سرقت خصوصيتك، هناك سرقتها، دي حاجه متعلقه بالامن. فالمفهوم بتاع الخصوصيه فلويد وبيفرق من مكان لمكان ومن ثقافه لثقافه، داخل فيه علم اجتماع والى اخره. الحاجه اللي ممكن تكون خاصه في سياق ما بتكون خاصه في سياق اخر. اديكم نموذج. معظم البنات لو سالتهم مثلا في السودان قلت الواحد عمرك كم؟ تفتكر انه ده والله حاجه خاصه. يقول لك الاعمار بيد الله والى اخره، ما قدرت اجاوب لك على السؤال بتاع عمرها. لكن مثلا في كوريا الجنوبيه وانا حتى عشت فيها، في كوريا الجنوبيه السؤال بتاع العمر هاو اولد ار يو ده اول سؤال بتساله للزول، لانه بيترتب عليه اللغه اللي حتكلمها معاه. يعني انا هل اعظم الزول ده ولا ما اعظمه، ده بيعتمد على انه الزول ده عمره كم. لو اكبر مني لازم اتكلم معاه بلغه محترمه والى اخره، لو قدري ولا كيف اتكلم معاه اللغه الاسلانج العادي ده ما في مشكله يعني. فيبقى السؤال بتاع عمرك كم قد يكون في السودان حاجه برايفت خاصه، وقد يكون في كوريا الجنوبيه ما خاصه، حاجه عاديه. المرتب في ناس كتار جدا بتسالهم من مرتبك كم، ما بكون داري اوريك، دي حاجه خاصه بالنسبه لك. كيف في حتات ثانيه بالعكس، يعني بيقول لك انا والله ايرن كده، فانت رايك شنو، انت بتاخد كم؟ يعني الكلام والونسه بتاعت الرواتب دي حاجه عاديه، يعني تجي في ثقافتنا مثلا. ممكن الناس يتكلم كاصحاب ولا بتاع، لكن مثلا ما بين الراجل ومرته الحاجه العامه انه والله يا اخي المره دي لحد ما تموت ما تعرف مرتب راجلها ولا دخله شنو، دي ثقافه عامه كده موجوده عندنا. فيبقى هي حاجه بتفرق من مكان لمكان، الخصوصيه بتفرق الفهم بتاعها من مكان لمكان. ننتبه للخصوصيه، ليه يفترض انه ننتبه للخصوصيه؟ طيب في تقريبا 2013 او 2012 يعني ظهرت حادثه كانت كبيره جدا جدا. قبلها في حادثه برضه ممكن نحكي عنها. الحادثه الاولى اللي هو كان الحاكم الجفرنر بتاع ماساتشوستس، ولايه ماساتشوستس في امريكا، في بيانات منشوره بتاعت الانتخابات انه منو صوت لياتو حزب، ودي حاجه لازم تتنشر، يعني كشوفات بتاعت الناخبين، ودي باغراض الشفافيه يعني عشان الانتخابات حره ونزيهه زي ما بيقولوا. نفس الجفرنر ده عنده بيانات ثانيه منشوره في مكان ثاني. البيانات فيها بنصنفها نحن على اثنين، لما يكون عندي انا اي تيبل فيه انور عمره كم، شغال وين، الى اخره الى اخره، بنقسمها بيقول على البيرسونالي ايدنتيفاينج انفورميشن بي اي اي، والجزء الثاني اللي هو بتكون بيقول على الكواليتا زي فيها اللوكيشن، انت قاعد وين، ساكن وين، الى اخره. وفيها السنسيتيف داتا، يعني البيانات اللي بيعتبر حساسه، دي اللي انا بكون داير احميها، دي اللي بتخترق خصوصيتي. يعني كونك تعرفنا انا والله اسمي منو، شغال وين، شغلي شنو، دي كلها بالنسبه لي ما فيها مشكله. في حاجات بيكون فيها مشكله زي تليفوني كم ولا ايميلي شنو. في حاجات هيكون فيها بالتاكيد مشكله، مثلا لو انا عندي اي ميديكال هيستوري، انا والله كنت مرضان قبل كده، عندي حاجه، ولا الاسره بتاعتي فيها المرض الفلاني، ولا انا مشخص بالمرض الفلاني، دي حاجه تعتبر سنسيتيف انت ما قادر تنشرها، والامبليكيشنز بتاعتها خطيره. الليله اخواننا في ناس بتلقاهم في الفيسبوك بيجي بيقول لك شنو يا اخي، اسالكم الدعاء مثلا لبتاع، انا والله اصبت بالمرض الفلاني الفلاني الفلاني. الحاجه دي كويسه في انك انت والله بتطلب من الناس انهم يتعاطفوا معاك وانه يدعوا لك ولا بتاع، لكن انت قدمت بيانات شخصيه، والبيانات دي قد يكون فيها خطوره عليك. كيف؟ الليله لو قمت مشيت انا لشركه التامين، مشيت داير اعمل تامين عشان امشي اتعالج في رويال كير ولا في اي مستشفى في السودان، التامين ده عنده كالكوليشنز، يعني عمرك كم، وهل عندك هيستوري بتاع امراض قبل كده، هل انت متزوج، عندك اولاد، يعني في ماتريكس كامله بيقدر يحسبوا منها الريسك فاكتور انك انت والله قدر شنو. لو الريسك فاكتور بتاعك شويه بيقوم بيدفعوك حق التامين شويه. في زول ثاني بيكون من نفس الفئه بتاعتك، السيجمنت بتاعتك، الزول ده ما بيدفع تامين كثير. ليه؟ لانه الريسك فاكتور بيدفع تامين كثير لانه الريسك فاكتور بتاعه اعلى، عندهم مثلا مرض وراثي في الاسره، سكري وضغط وما عارف شنو، معناه الزول ده حيمشي المستشفى كثير، معناه ناس التامين هيدفعوا المستشفى كثير، مش كده؟ فناس التامين ديل عشان يحموا نفسهم ويحددوا الريسك فاكتور ديل، واحده منها انه بيعملوا معاك انترفيو، بيسمعوا منك انت هل في حاجه، هل في حاجة. انت ممكن تحجب معلومات، فهم البيزنس موديل بتاعهم قائم على انه والله يعني احنا هناخد منك قروش وانت ما هتصرفنا، يبقى بالتالي لازم يعملوا بيقولوا ماركت انتليجنس، يجيبوا عنك بيانات بصوره استخباريه يمشي يلقطوا. من ضمن الحتات اللي بيلقطوا منها زيهم زي ناس الاتش ار بيلقطوا من شبكات التواصل الاجتماعي، وعنده في كميه بتاعت ناس شغالين بيقولوا عليهم السماسره بتوع البيانات اللي هو الداتا بروكرز، ده سوق مزدهر جدا جدا جدا. ففي مشكله كبيره جدا في انه الناس بتتبرع ببيانات قد يكون شكلها ما حساس حاليا، لكن العصر اللي احنا فيه عصر البيانات ده عصر فيه المعلومه بتمشي تخزن indefinite الى الابد. يعني شفت انتوا الريفيليشن كان بتاع ادوارد سنودن اللي هو الكشف بتاعه عن الخطط بتاعت الناشونال سكيورتي ايجنسي والبرامج بتاعتهم بتاعت بريس وغيره، ورت انه يعني في حتات بتكون قدر دار الرياضه مثلا، قدر دار الخرطوم، كلها مليانه راكس، والراكس فيها كلها هارد ديسكات عشان يعملوا ميرورنج لكل الترافيك بتاع الانترنت. اي اس اللايف بتاعي ده واي حاجه شغاله في فيسبوك واي حاجه شغاله في الانترنت دي كلها بتجي مره عبر فلترز بيتاخد منها نسخه ويشتغلوا فيها اللي هو الاناليتكس والمايننج وغيره لاسباب امنيه استخباريه دفاعيه الى اخره. لكن بس نكون خاطئين في بالنا انه احنا الخصوصيه بتاعتنا دائما تتعرض للهجوم مستمر على الخصوصيه، ودي حاجه يعني لازم نكون منتبهين لها، فنكون كيرفول جدا منتبهين وواعين لما ننشره عن نفسنا. يعني حكايه انه انا والله يا اخوانا اسالكم الدعاء اصبت بالمرض الفلان الفلاني والمرض الفلان الفلاني ده مرض وراثي، معناه انا بقدر استنتج انك المرض ده بيكون عند امك وابوك، ولا انت حتباصيه لولدك ولا بنتك، ولدك ولا بنتك بعدين لما يجي داير يعمل تامين التامين بتاعه يكون هو صغير في العمر وبتاعك التامين بتاعه عالي جدا. ليش شنو؟ لانك انت زمان اطلقت معلومه قلت والله يا اخي انا اسالكم الدعاء عندي المرض الفلان الفلاني ولا كده. ففي حتات حساسه لازم الناس تكون اوير بها، ما تطلعها باي حال من الاحوال، ما تطلعها. في معلومات ثانيه برضه بتتقال عن الناس، والالجوريزم شغاله بصوره نشطه بتجمع البيانات دي وتاخدها كلها في سياق واحد عشان تطلع منها بزنس ديسيجنز ولا سكيورتي ديسيجنز ولا غيره. تمام؟ الخصوصيه في قانون الجرائم المعلوماتيه 2007 السوداني مذكوره، يعني موجوده، وموجوده ايضا في اسمه شنو ده؟ في قانون المركز القومي للمعلومات اللي هو بيوضح فيه قانون من المعلومات، بيوضح فيه انه مالك، ودي حاجه بالمناسبه فيري انترستنج، يعني انا كباحث لقيتها انه مالك البيانات اللي تصنف امنيا انها حساسه هو رئيس القسم في المؤسسات المعنيه. ورئيس القسم ده يعني من حقه انه يطلع على حاجات زول عنده الشغله اللي كان شغال ادوارد سنودن في كان كونتراكتر مع ناس الان اس اي ناشونال سكيورتي ايجنسي في امريكا، ومنها طلع فضح البيانات، فضح المخططات بتاعته الحاصله، ودي عملت هزه وغيرت كميه بتاعت قوانين وغيرت كميه بتاعت سياسات. وبعدها جات الفضيحه بتاعت كامبريدج اناليتيكا مع فيسبوك واللي كان فيها تدخل في الانتخابات الامريكيه وصلت ترامب للبيت الابيض والى اخره. دي برضه غيرت كميه بتاعت قوانين وتعاطي. الحاجه داير تعريفها عن الخصوصيه في اي موقع تيجي داخله، انه يا اخواننا احنا قاعدين نتخلى عن حاجات كثيره جدا جدا. بندي بيانات، بنتبرع بمعلومات، المشكله ان المعلومات دي ممكن يعني في الشبكه بتاعتك تكون انت زول كويس في فهم كده، بقول لك ان انا والله ما عندي حاجه دي الساعه، لا انت عندك حاجه دي الساعه. المشكله الكبيره انك انت ما عندك تحكم في انك تدسها لما تجي داخل المواقع وتوافق على سياسه الخصوصيه انت ما قاريها ولا عارفها، ولا عارف انه البيانات بتاعتك هتقعد قدر شنو، ولا هتعرف انه عندك يعني تحكم في انك تزيل البيانات. يا اخوانا اي حاجه، اي صوره رفعتها في فيسبوك ولا رفعتها في اي موقع في الانترنت، الصوره دي لو جيت حذفتها انت حذفت المؤشر البوينتر بنقول عليه او الاندكس بتاعك لانك تصلها، لكن هي نفسها كبيان ما اتحذف موجود. والحاجه دي ممكن الناس تجربها، ترفع صوره تاخذ العنوان بتاعك بعدين تحذفها، تاخذ العنوان بتاعك في حته ثانيه هتجي تجيك الصوره ذاتها. ليه؟ لانه السياسه بتاعت التخزين بنقول على الريتنشن بيريود في مختلفه من مكان لمكان، ودائما الشركات بتحاول انها يعني تبعد من انه يعني تشيل بياناتك. ليه؟ هم دايرين بياناتك احتمال ما يستفيدوا منها هسي، لكن ممكن يستفيدوا منها في المستقبل. يعني هسي البانديميك ده اللي احنا الجانحه بتاعت كورونا دي ما اول جانحه من الوباء بتاع اسبانيا 1918. كل فتره البشريه بتتعرض لطاعون، بتتعرض لما اعرف لانفلونزا حاجه، فلو احنا عندنا بيانات من 1918 لليله كان ممكن تساعدنا. لكن تخيل انه 1918 في قانون بتاع خصوصيه والبحميه والناس قالت ما دايره تدخل، يعني احنا ما حقدر نسوي. فبيكون الناس دائما الشركات والحكومات دايره تحفظ البيانات باكبر قدر. في جانب طيب، لكن في جانب ثاني ما طيب، انك انت هتاخذ البيانات بتاعتي دي وانا ما عندي تحكم. لو جيتك في اي لحظه قلت لك داير احذفها، انت ما عندك تحكم فيها. فالخصوصيه والحمايه بتاعت الخصوصيه بتكون داخله في الموضوع ده، انه اولا انا اكون عارف، يعني لما تجيب لي كوكي، الكوكي دي الكعكه الصغيرونه دي هي بتاخذ البراوزر بتاعي وانا داخل منه، داخل بياته اي بي ادريس وبستخدم ياته اوبريتنج سيستم، دي كلها داتا بوينتس. قلنا الفيسبوك بيقدر يجمع 52000 داتا بوينت عنك، تمام؟ فانت هتاخدها لفتره قد شنو؟ الريتيشن بيريد بتاعك قد شنو؟ الان انا اقول لكم شركات الاتصالات انتم مستخدمينها. البيانات، المكالمات، انا اتكلمت مع مصعب اتكلم مع دينا اتكلمت مع نهى. الاتصالات دي قاعده في سيرفرز موجوده، هتقعد لفتره قد شنو؟ لازم احنا سياسه خصوصيه نكون عارفينها في شركه الاتصالات، زين، ام تي ان، غيره. ثاني حاجه شركات الاتصالات دي لما تكون زين كويتيه وام تي ان جنوب افريقيه، معناها البيانات دي موجوده خارج المكان بتاعك، لانه رئاسه الشركات دي ما في السودان، رئاسه الشركات دي في الكويت وفي جنوب افريقيا، معناها في الكلاود، معناها اي حاجات بتتعمل، اي مكالمات بتجرى بتتشال، بتمشي هناك الحته الرئيسيه الداتا سنتر بتاعهم عشان يحصل فيها المعالجه بتاعت البيانات دي، البيج داتا اناليتكس وغيره. هتحطوها هناك لفتره قدر شنو؟ وهل ناس جهاز الامن مثلا عندهم اكسس ليها؟ اللي هو حاجه بتحصل كثير جدا جدا. انا بالذات في بدايه حظر اللي هو السياسه بتاعت العزل والحظر وكده، كتبت قلت يا اخوان انا داير اتبرع ب 3 مليون مستخدمين في شركات الاتصالات، في زين وسوداتيل وام تي ان. الناس اللي داير اتبرع لهم ديل ناس النمط بتاعهم في الحركه في الايام العاديه كان كثير. زول مثلا شغال ترحال، الزول ده بيطلع من الدرمان يمشي الخرطوم، من الخرطوم يمشي بحري، من بحري يجي الخرطوم، الزول ده بيلف كثير. لكن من ما وزير الصحه ووزاره الصحه والحكومه السودانيه قالت يا اخوان عندنا السياسه بتاعت يعني سوشيال ديستانسينج وما دارين الناس تتحرك وتطلع، الزول ده قام قعد في حته واحده لزم بيته. فالزول ده بصراحه عمل عمليه وطنيه يستحق انه يشكر عليها. الزول ده احنا دايرين نكافئه، انا شخصيا انور داير اكافئه لانه حفظ حياه ناس ثانيين بعدم حركته، بانه والله يا اخي دي جائزه مني انا مليون 1000 جنيه في شكل رصيد يعني تجيك من شركه الاتصالات. كيف نحدد الناس دي؟ الناس اللي تبع شركات الاتصالات عندهم الامكانيه بكليك ولا 2 كليكس اللي هو البزنس انتليجنس يونت او الداتا اناليتكس يونت في شركه الاتصالات تقدر تعرف. هم عارفين يا عمودي انت اتصلت منه، اتصلت 200، الساعه كم كنت وين؟ انت المكالمات دي انا بكون بتكلم معاك في التليفون، ولو سايق عربيه وماشي انا ده الشبكه بتاعتي بتكون من عمود لعمود، مش بعد مرات اكون في باص سفري ولا حاجه وبعدين المكالمه كده هنا يروح تعاين كده جنبك في الخلا ما بتلقى اي عمود، بعد شويه ثاني بتمشي لمدينه ولا قريه وتجيك الاتصال راجع ثاني فتقوم ترجع ثاني في الاتصال. فهم عارفين كده بيعملوا بنقول على السيكونس الستريم بتاعك انت بتاع الحركه بتاعتك، فهم ممكن يعرفوا منو اللي بيتحرك كتير كان واسي ما بيتحرك. فقلت له يا اخوان انا دايركم تعملوا السيجمنت بتاعت الناس دي ومنهم تجروا سحب لناس فايزين عشان تشجعوا الناس انهم يقعدوا ما يطلعوا من بيوتهم، وكنت نفسي انه الناس الباقيين يعملوا. بكل اسف ما في يعني ما اتعملت الفكره دي، لكن انا بس داير انبهكم انه البيانات دايما شركات الاتصالات بتكون عارفاها، وكذلك شركات ترحال، يعني كل الحاجات اللي بتنزل هوست بروجرام عندك، اي ابلكيشن بتنزل عندك في الموبايل، الابلكيشن ده فيه سياسه بتاع خصوصيه وبيطلب منك اذن، يقول لك يا اخي انا داير اصل مثلا للاستديو بتاعك، داير اصل للصور، وانا داير اصل للميكروفون بتاعك، داير اصل للكاميرا بتاعتك. بكل اسف في الزمن ده في ابلكيشن زي الفيسبوك وغيره ممكن يستخدموا الكاميرا بتاعتك حتى لو التليفون بتاعك ما شغال، ممكن يستخدموا الميكروفون بتاعك، يعني عارفوا انت تكلمت مع منو، هم عارفوا في النهايه يا اخوانا عارفوا انت بتتكلم يعني الانترست بتاعك شنو، عشان يمشي لزول عنده برودكت يقول لك انا زول ده انور ده عنده رغبه في انه يشتري له لابتوب ديل مثلا اي 7 كده، وذاك يجيك بهناك يقوم يعمل لك اعلان يقول لك يا اخي اسمع داير لك لابتوب ديل اي 7، يقول له داير الديل لما يكفل كده ديل هم فازوا ديل فازوا، تمام؟ فشركات الاتصالات دي بيكون عندها البيانات بتاعت المكالمات بتاعتنا والبيانات بتاعت اللوكيشن بتاعتنا موجوده، وموجوده في سيرفرز في كلاود، والكلاود ده بيكون برا السودان ما بيضطر يكون موجود جوا السودان لان الشركه ملكيتها ما سودانيه 100%، والداتا سنتر بتاعتها من حقها تحطها في الحته اللي تحطها فيها. فده يا اخواننا بس كلها حاجات يعني نقاط عامه ومفاهيم في الخصوصيه نكون منتبهين انه يا اخواننا بياناتنا يعني احنا بنتبرع بها بصوره سخيه، ان احنا سياسات الخصوصيه ما بنكون منتبهين لها، ان احنا وي ار جيفين اب، احنا قاعدين نتنازل عن شنو عشان نقدر نكسب انه والله انا اعمل لك لايك ولا اقرا البوست بتاعك ولا احضر اللايف بتاعك ولا كده. احنا قاعدين نتنازل في المقابل عشان نلقى الخدمات دي. هم ان احنا بالنسبه لهم بياناتنا دي هي الجولد ماين، ده هو المنجم بتاع ذهب اللي بتخلي الشركه عندها القيمه بتاعتها السوقيه واللي بتدخل لها قروش. يعني احنا لازم يكون عندنا الحاجه اللي المفروض تكون عندنا اللي هو التحكم والرضا بالسياسه بتاعت الخصوصيه اللي هو الموافقه كونسنت والكنترول. وفي قانون يعني يتعمل عالميا اسمه The Right to be Forgotten، حقك في ان تنسى، لانه قلنا اي حاجه بتطلع في الانترنت بتقعد بصوره indefinite يعني موجوده الى الابد كده، شركه بتملكها وكده تتباع لشركه ثاني. يعني واتساب كان بيملك بياناتنا، لما اشتراه فيسبوك بقى فيسبوك بيملك بياناتنا، تمام؟ فبياناتنا موجوده، الديل بيتم في حاجاتنا. فهل احنا عندنا امكانيه نقول له واتساب يا واتساب اي رساله رسلتها لزول قبل كده ولا اي جروب كنت فيه ولا دايركت تمسح لي البيانات كلها؟ قانونيا ممكن، يعني فنيا تكنيكال الكلام ده ممكن، لكن عمليا صعب جدا جدا. والحاجه دي جربها محامي بريطاني استاذ جامعي بريطاني مع شركه كامبريدج امريكي مع شركه كامبريدج اناليتيكا، لانهم هم شالوا بياناتهم من الفيسبوك حسب البيرسوناليتي تيست، والهيد كورتر بتاعت الشركه الداتا سنتر اللي بيعملوا فيه المعالجه بتاعت البيانات في بريطانيا. فمشى بريطانيا وتكلم مع البرلمان وطالب بيدوا البيانات بتاعته. قال لهم يا اخوانا اخذتوا بياناتي مش كده؟ انا اشتركت معاكم في الابلكيشن ده وانتوا اخذتوا بياناتي، انا داير بياناتي دي اسي. فممكن الزول يسكها من ناحيه قانونيه، لكن الا عشان اثبت بها موقف، مثلا زي ما حصل لما كان بعد فض الاعتصام في محامي مشى رفع قضيه في المحكمه قال يا اخوانا انتوا تعال شركه زين وبتاع موقف خدمه الانترنت ليش نحن دافعين قروشه. فالزول ده صدى وبقى زي ما بيقولوا كلاس سود، قضيه بتاعت راي عام، وفي النهايه المحكمه حكمت بانه هنا المفروض ترجع ولا هي شركات الاتصالات كلها ترجع الاتصال، ما علي كيفهم يعني حميدتي ولا البرهان ولا بتاع قال يكفلوا المجلس العسكري ما علي كيفهم، دي حاجه بينه وبين الشركه وفي قانون بيحكي بالكلام ده. ففي لكن محتاجه مستوى بتاع وعي ومحتاجه حركه. يا اخواننا الموضوع بتاع الخصوصيه من اهم المواضيع. الناس اللي ما جايبين لها خبر يعني ما بيتعاملوا معاه بصوره يعني جديه، لكنها خطيره جدا جدا جدا، عندها implications disastrous. يعني احنا هسه بنقول في فتره انتقاليه وماشيين لقدام لانتخابات. مين حيفوز بالانتخابات دي؟ انا كزول مهتم بعلوم البيانات والخصوصيه وامن المعلومات بقول لكم والله في ناس ممكن عبر الشركات بتاعت العلاقات العامه والشركات بتاعت الداتا اناليتكس يزيدوا حظوظهم في انهم يفوزوا في الانتخابات دي. ممكن يعملوا مانيبيوليشن، الشغل بتاع الجداد الالكتروني والما اعرف شنو، ممكن يزيدوا في الحملات بتاعتهم. ممكن يقول لك يا اخي صوت لانور، وممكن يقول لك لا ما تصوت لانور، مش كده؟ ممكن يقول لك صوت لانور او يقول لك ما تصوت لمنافسه. وده الكلام اللي حصل في الانتخابات الامريكيه 2016 ولعبت فيه كامبريدج اناليتيكا يعني دور كبير جدا في انها عملت مانيبيوليشن للراي العام عبر البروفايل السايكو بروفايلنج للمستخدمين. 70 مليون مستخدم امريكي في فيسبوك كان بتجيهم اعلانات موجهه بيزد على الانترست بتاعهم وفهم الالجوريزم ليهم في فيسبوك. كان بتجيهم اعلانات انه صوتوا لترامب، او بتجيهم اعلانات يقول لهم ما تصوتوا لهيلاري كلينتون. وبعدين مواعيد كشف الايميل، ناس الاف بي اي للايميل، كل الحاجات دي عملت وجهت الراي العام لانه يصوت لزول، وجهت ناس ثانيين انهم يقعدوا كده في البلكونه يشاركوا في التصويت. وبالتالي فاز ترامب. يعني كل الناس كانت مصدومه لما فاز ترامب، لكن لا، لانها كانت عمليه مهندسه. انا حاليا كشخص مراقب للموضوع الحاصل ده شايف انه في حملات ممنهجه مثلا لتلميع حميدتي، في حاجات بتاعت علاقات عامه الى اخره. الجو العام المخلوق في وسائل التواصل الاجتماعي دي حاجه مهندسه، ما حاجه صدفه. يعني نعم والله ما في عيش، ما في اسمه شنو ده، ما في غاز، ما، لكن في حاجه يقول عليها السنتمنت اناليسيس اللي هو نقدر نعرف الراي العام بصوره عامه في وسائل التواصل الاجتماعي. الناس بتشعر بشنو، درجه الحراره عندهم كيف، والاقتصاد بتاعهم، الجمعه دي الاجريجيت دي كلها بنقدر نطلع منها. انا ممكن اوجهها كديتا ساينتست، كزول مختص، ممكن اوجهكم من الصباح لو دخلت في الحتات اللي فيها انفلونس، لو في ناس محددين مثلا الناس قاعده تسمع لهم، وقمت عملت ارمي كده بتاع جداد الكتروني وكلهم قمت رشيتهم في وقت واحد، بقدر اعمل راي عام. الراي العام ده تخيلوا لو كان الانتخابات قبل ايام الانتخابات مثلا بيوم ولا يومين، انا معناه بقدر اتحكم في النتيجه او اقدر اتوقع النتيجه قبل ما تحصل. فالخصوصيه يا اخوانا مهم جدا جدا، والناس تكون واعيه بالخيارات اللي بتعملها اونلاين. والقانون بتاع الجرائم المعلوماتيه محتاج له اعاده زياره. التشريعات بتاعتنا في السودان ناقصه كثير جدا فيما يخص سياسه الخصوصيه. ما في قوانين كافيه ولا في اويرنس، لانه انت مطلوب كمقدم خدمه انك توريني سياستك بتاعت الخصوصيه والبيانات اللي بتجمع عني شنو، هتستخدمها وين، والحق بتاعي في انه انا اقول لك يا اخي امسح الصوره دي، انا ما دايرك تاخد لي الحاجه الفلانيه عني. انا ده كتبت كميه بتاعت حاجات في فيسبوك واراء تكون متطرفه. يعني ناس مثلا من الناس اللي طالعين في الكفر اللي هو محمد علي الجزولي، يتخيل محمد علي الجزولي في ناس يعني بيعرفوه الليله مثلا ما بيعرفوه عن تاريخ فات. فلو انا ده قدرت اصل للتاريخ الفات بتاعه وقمت خطيته في ياغ محدد، ممكن انسف كل الحاجات بتاعته حتى لو كان كلامه الليله صح، مش كده؟ وشفتوا انتوا في البيهيفير بتاعنا بصوره عامه. انا لو داير انسف اي نقاش مع اي زول، اول ما بدا اتكلم اقول لك كوز خلاص القصه انتهت، مش كده؟ فبعد مرات الواحد بياخد قرار يبدي يعني راي ولا كده ياثر عليه بعدين في المستقبل. فانا يا اخواننا الحاجه دي ضعيفين فيها كبشر، تقدير الامبليكيشنز المستقبليه للقرارات اللي بناخذها. هسه تلقى مثلا بيدخن هسه الليله وعارف انه بعدين والله ممكن يمرض بسبب الكلام ده، بيشرب الكحول، ما عارف، ما بتريض، الى اخره الى اخره. فالخصوصيه برضه عدم الاويرنس بتاعنا بالخصوصيه والحياه من خدتها الليله ممكن يكون عنده تبعات صعبه جدا في المستقبل. فلازم نكون منتبهين للكلام ده جدا. و يعني صراحه كده انا لي زي 17 سنه بقرا عن الخصوصيه والابحاث بتاعتها، نشرت 8 بحوث، نشرت كتاب والى اخره. لكن اعتقد ان دي نقطه في بحر، يعني ربنا يزيدنا ان شاء الله علما، و يعني نواصل في وقت ثاني ان شاء الله اتكلم اكثر عن مفاهيم الخصوصيه. وجزاكم الله خيرا على الاستماع، وشكرا لمجموعه السودانيز ماركتنج اسوسيشن على الاستضافه. لو في اي سؤال ولا كان يعني في 10 دقائق ممكن اجاوب فيها عشان اللايف ما ياخذ اكثر من وقته يعني. شكرا جزيلا. في اي سؤال؟ شكرا لك يا ابو رام. هلا باشمهندس حيدر، مفهوم الحوسبه السحابيه هل يعتبر بديهه امنه؟ والله يا باشمهندس حيدر، الكلاود كومبيوتنج بصوره عامه عمل نقله كبيره جدا في الخدمات الموجوده، وحتى انه السوفت وير بقى عباره عن سيرفيس، يعني بزنس كده، السيجمنت اللي اسمها سوفت وير از سيرفيس ساس، دي كلها يعني بقت مدفوعه وممكنه بواسطه الحوسبه السحابيه. الكلاود كومبيوتنج مجال مهم جدا جدا، وهي بيئه امنه بالقدر اللي احنا نكون دايرين نشوف شكله امنه. الليله انت هسه انا اللايف بتاعي بتكلم معاك فيه ده قاعد يمر بعدد من السيرفرز والراوترز والما اعرف شنو، وفي النهايه حيتخزن في سيرفر محدد. السيرفر ده قاعد وين؟ ما في واحد فينا مهتم، لا انت لا انا احنا بيهمنا انه نقدر نوصله، يعني انه اجي البروفايل بتاع انور ولا المجموعه بتاعت الماركتنج والقى اللايف ده موجود، لكن هو الفيديو ذاته قاعد وين؟ يعني زي ما تفتح اللابتوب بتاعك تشوف ماي دوكيمنت فيديوز وتمشي تشوف الفيديو، هو قاعد في جهاز زي ده وين؟ انا ما اعرف. دي هو الكلاود. فالكلاود هو امن بالقدر اللي احنا مقتدين انه امن، وما امن لو فكرنا في انه في زول مهندس عنده اكسس فيزيكال، يعني ممكن يجي كده فيه الهارد ديسك ويدخل يو اس بي ويقوم يعمل كوبي من اللايف بتاعي ده، هو قاعد في حته ما انا ما عارفه وين. فعلى حسب احنا دايرين نشوفه امن ولا امن. كل الناس تدعي انه امن، لكن عامه القاعده العامه في السايبر سكيورتي والانفورميشن سكيورتي انه اي حاجه از هاكابل، اي حاجه قابله للاختراق، اي حاجه على الاطلاق يعني. تمام؟ فنسال الله السلامه وان شاء الله ربنا يسهل امورنا جميعا. شكرا لك يا منتصر، يا الله يديك العافيه. شكرا لك يا مصعب. في اي سؤال ثاني عنده سؤال؟ تأثير ال 5G على الخصوصيه وامن المعلومات بعدين. شكرا لك يا احمد على السؤال. انا صراحه ما عندي فكره كبيره عن 5G، ما بدي يعني معرفه، لكن بعرف انه قدر ما يكون السرعه بتاعه البيانات اللي هو الستريمنج بتاعها اكبر، قدر ما نحن هنقوم ننتج اكثر، هنطلع بيانات. يعني زمان اللي كان فينا ما بيطلع فيسبوك لايف، الليله فيسبوك لايف، ما كان موجود في الواتساب من مكالمات فيديو كان الليله بيعملها، ما كان في تيك توك، ما في انستغرام. يعني قدر ما تتوفر الاتصالات وترخص، ودي يعني بتحصل بصوره مضطرده، والاحجام بتاعت التخزين تزيد قدر ما نحن حنزيد. فبالتالي كل ما زادت وفرت المعلومات وكده، كل ما بقى في خطر اكبر على الخصوصيه يعني. وده بيتطلب انه والله الناس تشوف مفاهيم مختلفه لامن المعلومات، يعني مثلا يعني استخدام الاصرار لاستخدام تطبيقات بيكون فيها انكريبشن اند تو اند، تكون مشفره، لانه الزول ممكن الليله انا زول يصل للفيديو المشفر بتاعي، لكن عشان يفكه يعمل ديكودينج للشفير ده، ما هو انكودينج يعني حاجه تشفرت تنكتب، يعمل ديكريبشن، محتاج له قدرات حوسبيه عاليه جدا جدا. فلو احنا مثلا 1000 نفر هيكون محتاج له 1000 مضروبه في القدره الحوسبيه المطلوبه، وده مكلف جدا جدا. يا اخوانا في مفاهيم ممكن نتكلم عنها في وقت ثاني، مثلا الانفايرمنتال امباكت للتكنولوجيا اللي بنستخدمها احنا. يعني هسه انا في اثناء بتكلم معاكم، ولو اي واحد فيكم عمل له جوجل سيرش، جوجل سيرش بيجيب لك انت البيانات بسرعه الراجعه الاجابات، لكن في كم سيرفر بيشتغلوا في الوقت، الكم سيرفر ديل بيصرفوا كهرباء قدر شنو؟ ده انفايرمنتال امباكت. انتوا عارفين الجوجل سيرش الواحد بيساوي مئات الجوالين بتاعت البنزين المحروقه. الكلام ده فيه بحث منشور وممكن تمشي تشوفوه. في جوانب زي دي مثلا، وعندها تاثير على الاستدامه، وعندها تاثير على البزنس بصوره عامه، لازم نكون خاطينها في بالنا. يعني جزء من المواطن الصالح في الانترنت انك ما تستخدم حاجه ما دايره. يعني ما تعمل لك سيرش عن حاجه انت ما دايره، لانه مكلف يعني موارد بيئيه وكده. الحاجه الاخيره الدائره فيما يخص بالتسويق تحديدا، القيمه السوقيه للشركات تحديدا بتتعامل مع البيانات، وكل الشركات هسه حاليا بتتعامل مع البيانات. يعني ممكن تنقص بمليارات زي ما حصل لفيسبوك. فيسبوك الاسهم بتاعته بعد فضيحه كامبريدج اناليتيكا نقصت القيمه بتاعته بصوره مطرده وكبيره جدا جدا، واضطروا انه يغيروا مشاريع كثيره كانت قائمه على السياسه بتاعت الخصوصيه السابقه. فمن ناحيه بتاع التسويق، انت ممكن تعتمد في تعزيز علاقتك التجاريه بانك انت بتحمي خصوصيه المستخدمين. ودي حاجه الناس التسويق ممكن الناس يخطوها يعني زي ما بيقولوا شنو يو اس بي اللي هي يونيك سيلينج بوينت. يقول انه والله دي واحده من نقاط القوه بتاعت المبيعات، في انه انا والله لو جيت انت اشتركت معي بياناتك دي انا بحفظها لك، وعندك الحق في اي لحظه اي تحذيفه من برايفت تخليها بابليك، من بابليك تخليها برايفت الى اخره. فالتحكم ده، وعندك حق في انك انت تحذيفه من السيرفرات بتاعتي، وممكن اجيب لك شهاده بالكلام ده كامله وممكن بالمحكمه ولا. تمام، شكرا جزيلا امير عبد الله. شكرا لك يا اشرف، شكرا لك على الاشاده. امير عبد الله، في حاله تغيير وانشاء الصفحات الجديده هل ممكن يتم ربط بيانات صفحتك الجديده مع القديمه؟ ده بالضبط يا امير الكلام اللي بيحصل. اللي بيحصل انه بقت في سوق كامل ماركت بتاع ناس بيقولوا عليهم هم الديتا بروكرز. الناس ديل شغالين ماسر زي الكرين والبتاع، في عربيه من هنا جابوها ودوها عرضوها لفلان وبتاع. ديل شغالين في الستارت ابس الصغيره، مثلا عمل لك جيم. الجيم ده بيدرس النمط في انتاير ساينس كده اسمه الجيميفيكيشن. بيدرسك، بيعرف انت بتتحرك كيف، رد فعلك كيف. انا الكيبورد ده بالمناسبه لما فيه نمط ممكن اعرف شخصيتك. يعني بس انا اديك قطعه كده اقول لك اكتبها لي تكتيبه لي وانا براعي لك، بقدر اعرف شخصيتك على التحليل بتاع شخصيتك. يا اخوان العلوم دي بقت فيري سوفيستيكيتد، يعني ما تتعاملوا معاها بصوره سهله، لانه في كميه بتاعت علماء وبتاع قاعدين دي شغلتهم، يعني طوروا يوزر اكسبيرينس، معرفه السايكولوجي. فانت الليله اول ما دخلت الفيسبوك هنا، ده الفيسبوك طوالي بيقوم بيربطك مع ناس ثانيين هو بيشتري منهم بيانات. انت انور بيكون عباره عن سيريال نمبر، رقمك 1750 مثلا. 1750 يا اخواننا دخل الليله فيسبوك. يا سلام، وقام في فيسبوك شاف له فيديو كده من التيك توك، ده مشى دخل التيك توك. في زول هناك بيجي بيعرض يقول يا اخوان 1750 ده جا داخل بجاي، في زول داير اي بيانات عنه عشان يعملوا جويننج. والجويننج ده قدر ما يكون انت عندك داتا بوينتس اكثر عن زول، بتقدر تفهمه اكثر، بتقدر تعمل له تارجت ادفرتايزمنت عنه اكثر، وبالتالي الزول ده بيبقى يعني زول العميل المثالي هو حيشتري الحاجات بتاعتك. تمام، فلا البيانات بترتبط، ولو ما بترتبط ما كان القصه البوم ده بيحصل. طيب يا اخوانا، لو ما في سؤال ثاني انا اعتقد انه كده كملت ساعه. عندك سؤال؟ كيف تعمل خصوصيه لو عندك بلوج مثلا او موقع شخصي؟ هل لازم تعمل؟ في معايا دكتور محمد الحاج هنا يا اخوانا، موجود معايا هنا ده، فقال كيف تعمل سياسه بتاعت خصوصيه وعندك مدونه شخصيه بيرسونال بلوج؟ لازم تجمع سبسكرايبرز. اي زول يا اخواننا بيانات شخصيه، يعني الايميل بتاعك، المكان بتاعك، بتستخدم الاي بي ادريس بتاع الانترنت، لازم يوريك سياسه الخصوصيه. سياسه الخصوصيه بتشمل شنو؟ يعني انت لما تشوف بيقول لك انا ده لما تيجي داخل لي، هل زي البيت، هل لما تيجي داخل لي البيت دايرك تقلع شبشبك برا ولا تيجي داخل بشبشبك؟ هل دايرك المكرونه دي طوال تخش الحمام تغسل يدينك بالصابون؟ هل دايرك تعقم يدينك؟ التفاصيل دي كلها لازم اوريك لها اهات. في انه يا اخي اسمع، انت لما تيجي داخل انا هرسل كوكي. الكوكي دي بيكون لها انا باخذ منك، ودائما الادعاء بتاعهم بيقول لك انه والله لاغراض الجوده والتحسين والتطوير. معه كيكه يعني. فبيقوم بيشيل منك الاي بي بتاعك، بيعرف البراوزر اللي انت بتستخدمه، بيعمل لك سيشن. السيشن دي فيها ستارت تايم وين تايم عشان اعرف انك انت والله هتقعد تدرس شنو. وحاليا يا اخواننا السلعه بتاعت الانترنت اللي بتنافسوا فيها كل الشركات، فيسبوك، واتساب، ما اعرف شنو، هي الاتنشن. الناس دي راكم منتبه معاها، قدر ما بقيت منتبه وقاعد في الويب سايت، قدر ما الويب سايت قيمته السوقيه زادت. ليه؟ لانه هيبيع يعني في ناس هتشوف اعلانات اكثر وهتقدر. بالمناسبه احنا في اليوم الواحد في المدينه بنشوف 27000 اعلان. الكلام ده بيتشاف، الارقام دي بعيده لكن بتحصل. المهم فالسياسه الخصوصيه توريني تعمل شنو، تمام، استخدامها في شنو، وهتقعد معاك لفيديو شنو، وهل انا عندي كنترول على اجي راجع. يعني مثلا انا جيت اشتركت في القائمه البريديه بتاعتك الميلينج ليست، هل بقدر في اي لحظه ولا لحظات اعمل انسبسكرايب، تشيل الايميل بتاعي؟ بعدين هل الايميل بتاعي اللي دخلته ليك ده عشان تتصني بياناتك ولا تصني حملاتك التسويقيه ولا كده، هل انت هتشيله تديه لزول ثاني؟ ما هي دي المصيبه الحاصله في الانترنت، انه كل واحد يقول لك شنو، والله انا عندي شركه بتاعت اوت سورسنج بتعمل لي معالجه للبيانات وتحليل. معناها انت انا اديتك ايميلي، انت مشيت وديته للناس ثانيين، الناس الثانيين دول مشوا جابوا برضه قائمه بريديه ثانيه، شافوا انور قاعد في فيسبوك وانور قاعد في واتساب. والله يا اخي بيستهلك الاثنين دول، معناه انور ده سكوا في الاعلانات في الحته الفلانيه. فالسياسه الخصوصيه بتتبني على كده، على انه انت هتشيل مني شنو؟ وهتستخدمه في شنو؟ وهل انا عندي الحق الكنترول والليبرتي الحريه في انه انا اشيله في اي لحظه ولا كده. فحاجه بسيطه هي ما صعبه، لكن بكل اسف معظم الناس ما بينتبهوا لاهميتها. وسياسه الخصوصيه بتلقوها يا اخوانا موجوده ده في صفحات بيتحد، بتلقوها كبيره شديد. يعني انت لو داير تطبع السياسه بتاعت الخصوصيه بكل التفاصيل بتاعتها بتاعت فيسبوك، انت محتاج تطبع 6000 صفحه. 6000 صفحه من الكلام، من القانون، انه والله وفقا للقانون كده في كده، قال ما عارف شنو احنا حنسوي، شوف القانون تجيب منه الماده. ففي واحد طبعها طلعت 6000 صفحه، فدي ما حاجه سهله انها تتقرا يعني. فهم بيعملوا اصلا بالطريقه الناسيه دي، الطريقه دي عشان انت ما تقراها، بس تقول لهم موافق وخلاص. موافق دي معناها في بالمناسبه في موقع بريطاني بتاع جيم عمل تجربه لذيذه جدا جدا، الناس بيجوا بيخشوا كده والجيم كان طالع زي ببجي والحاجات دي. الموقع ده في السياسه الخصوصيه بتاعته في يوم من الايام قال يا اخواننا انتوا اللي هتيجوا داخلين الناس اللي يستخدموا الجيم ده هتدوني الحق بانه امتلك حياتكم، يعني تبقوا السليفز العبيد بتوعاني ليوم القيامه. صدقوا تامنوا بالله انه في 7000 نفر دخلوا قالوا اي اجري اي اجري، عشان تعرفوا بس انه احنا يعني دي حاجه خطر، يعني مشكله كبيره جدا. ما كانت جوك يعني ما كانت حقيقيه، لكن تخيلوا الزول يلقط مثلا عبيد واموات وبتاع في فيسبوك بالطريقه دي. سبحان اللهم وبحمده، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نصل النقاش الله عشان يبقى معقول. يعني جزا الله الاحبه مصعب والقائمين على مجموعه سودانيز ماركترز دي، انا بفتكرها من افضل المجموعات الناشئه الصغيره، ونحن في الباحثين السودانيين بندعمهم ودائما بنستفيد منهم، نشير من عندهم. وجزاكم الله خيرا يا اخوان، السلام عليكم.